السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع محاضرة جديدة في الالكتروديناميك ميتر أو الديناموميتر. لو تفتكروا كنا وإحنا بندرس الإفكت بتاع التو كونكشنز بتوع الوات ميتر، كنا افترضنا تو أسامشنز. أول أسامشن إن إحنا أهملنا الإندكتنسز بتاعة الموفينج والفيكسد كويل. تاني أسامشن إحنا اعتبرنا إن اللود بيبقى لاجنج باور فاكتور لود. بالنسبة للأسامشن الأولاني هنراعيه النهاردة، بس هنراعي بس فقط على الأقل حتى ناخد الموفينج كويل اندكس، فاحنا ناخد الإفكت بتاع الموفينج كويل اندكس، وكمان وإحنا بنشرح كده هنقول طب لو اللود كمان كان ليد بدل لاج إيه اللي هيحصل. برضو هنشوف الكلام ده في المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله. هندرس الإفكت بتاع الموفينج كويل اندكتنس في التو كونكشنز بتوعنا. أول كونكشن عندنا متعودين عليه اللي هو لما يكون البرانش بتاع الموفينج كويل هو اللي متوصل دايركت على اللود خلاص، والفيكسد كويل بره. في الحاله دي قلنا هناخد في الاعتبار بقى الجديد النهارده ايه الجديد، اللي هناخد ال ام دي. يبقى عندنا البرانش بتاع الموفينج كويل بدل ما هو ار فقط، لا بقى ار ان سيريس مع ال. طب ده هيأثر معانا ازاي؟ تعالى نشوف الاول الفيزو دايجرام. ادي الفي ال زي ما متعودين ريفرنس اهو، هنلاقيه في المعادله بتاعتنا حتى هو في ال بيساوي في ال ساين في ال ماكسيمم يعني ساين اوميجا تي. هنلاقي الاي ال لاج بزاويه فاي كالمعتاد، حيث الفاي دي زاويه الباور فاكتور بتاعه اللود، اهي واضحه في الفيزو دايجرام. ادي الزاويه دي كلها فاي، وكمان في المعادله اي ال بيساوي اي ال ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص فاي. طيب الكرنت بقى بتاع البرانش بتاع الموفينج كويل المفروض دوت كرنت ماشي في ار ال برانش، يعني هيبقى لاج الفولتج بسيرتين انجل. لاج اني فولتج؟ الفولتج اللي على نفس البرانش. لاحظ هنا ان الفولت اللي على البرانش ده هو نفسه الفولت في ال، يبقى اذا اي ام هيبقى لاج للفي ال بانجل هنسميها بيتا. اي 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 ام لاج للفي ال بزاويه بيتا اللي هي دهيت، حيث البيتا ديت اللي هي زاويه البرانش دهوت اللي هي بالمثلث زي نقدر نوضحها، ادي ار ام واكس ام عبري عليها. اكس ام دي اللي هي اوميجا ال، اوميجا ال ام، وادي الزد ام والزاويه بيتا زي ما قلنا. طيب كمان عاوزين نجيب بقى الفيكسد كويل كارنت. هنا طبعا من كيرشوف كارنت لو عند النود دهية، يبقى اي اف بيساوي اي ال زائد اي ام. اهو ادي اي ام هنجمعه مع الاي ال، هنكمل شكل المتوازي بتاعنا اهوت، يجي معانا اي اف، يبقى ده فيزو دياجرام كامل. الزاويه اللي مسميها فاي داش دي هنعرفها كمان شويه، هي دي الزاويه اللي بين الاي ام والاي ال بنسميها فاي داش. كمان شويه يبقى ليها قيمه عندنا بس خليها دلوقتي. طيب بعد كده الاي ام هو بقى بيساوي في ال على زد ام زي ما اتفقنا، ولو خدنا المكتوب بتاع الزد ام وخدنا هنا الانجل هيبقى لاج بزاويه بيتا اللي هو الاي ام اهو. الاي ام قلنا لاج للفي ال بزاويه بيتا، يبقى لو الفي ال ساين اوميجا تي بس هيبقى الاي ام ساين اوميجا تي ناقص بيتا اهو. وكمان الاي اف زي ما اتفقنا مجموع التو كارنت اللي هو اي ال زائد اي ام برضه عوضنا. كنا متعودين دايما نبدا بالمعادله الاساسيه بتاعتنا اللي هو فيها الانستنتينيوس تورك. ادي الانستنتينيوس تورك اهو في اي اف اي ام دي ام باي دي سيتا، مجرد بنعوض بالاي اف والاي ام، وادي دي ام باي دي سيتا بره اهي، وبنظبط المعادله على قد ما نقدر. وفي الاخر انا قلت لك مش هتم مش يعني مش هركز معاك قوي في حته الرياضه اللي هنا والانتجريشن وكده، لكن في الاخر احنا بنعمل الديفليكتنج تورك بيساوي الانتجريشن من 0 ل 2 باي 1 على 2 باي للانستنتينيوس تورك دي تي، بيطلع بالشكل اللي قدامي ده. الشكل اللي قدامي ده مش ده الشكل النهائي. ليه مش الشكل النهائي؟ احنا متعودين دايما الكونستانت اللي يبقى موجود في حاله الديفليكشن تورك بيبقى دي ام باي دي سيتا، اوكي ماشي صح موجود اهو، لكن اللي تحت هنا بتبقى ار وليست زد، تبقى ار وليست زد. طبعا بيزيد عليهم كمان تحت هنا ايه سي اس لو كده، لو كانت ديت سيتا خلاص، لكن هي لو التورك يبقى المفروض هنا ار ام وهنا دي ام باي دي سيتا مظبوط. يبقى احنا عاوزين نشيل بس الزد دي ام دي ونحطها بدلاله الار ام. طب نجيبها منين؟ عندنا ار ام المثلث اللي فوق اللي احنا لسه قايلين ار ام بيساوي زد ام كوزين بيتا اهو، ار ام بيساوي زد ام كوزين بيتا، اللي منها اجيب الزد ام بيساوي ار على كوزين بيتا. يبقى هنا بدل ما كان تحت هنا زد ام لا بقت ار ام طبعا، وزاد هنا بقى كوزين بيتا، كوزين بيتا ظهرت لي هنا اهو وظهرت لي طبعا هنا اهو خلاص كده. يبقى كده الديفليكشن تورك في 1 على ار ام، ادي الكونستنت بتاعنا، وتكمله الكونستنت دي ام باي دي سيتا. الباقي كله دوت اللي هو بين التو براكتس دول هو ده يعتبر الريدنج. يبقى الريدنج بتاعتنا يبقى كان الديفليكشن تورك هيتناسب مع كل اللي جوه الاقواس ده باعتبار ان اللي بره ده كله كونستنت، هو دي ام باي دي سيتا والواحد على ار
ام، يبقى الريدنج بتاعتنا بقت عباره عن في ال في اي ال كوزين بيتا كوزين فاي ناقص بيتا زائد اي ام في ال كوزين بيتا. في الحقيقه الريدنج ديت فيها تو ايرورز. اول ايرور اللي احنا عارفينه قبل كده اللي هو الايرور نتيجه الكونكشن نفسه، ده موجود هنا موجود في الحته ديت خلاص. والايرور الثاني كمان اللي زاد عليه اللي هو موضوع البيتا. طب تعالوا كده لو اهملنا الايرور الاخيره اللي احنا لسه حاطينه دلوقتي دوت، لو حطينا البيتا بزيرو، لو حطينا البيتا بزيرو هيبقى كوزين 0 ب1 يرجع تاني دوت يبقى اي ام في ال، وهنا كوزين بيتا ب1 خلاص هيبقى ديت مش موجوده هتبقى ب1، وكوزين فاي ناقص والبيتا بصفر يبقى كوزين فاي، يبقى في ال اي ال كوزين فاي اللي هي الايه الاصليه اللي احنا فعلا عايزينها اللي هي الاكشوال باور خلاص، ومجموع عليها الباور لوسز اللي هتبقى في الكويل اللي هو قريب للود اللي هو الموفينج كويل. كده رجعنا لاصل العلاقه بتاعه المحاضره اللي فاتت اللي هي لو ما كناش خدنا في اعتبار الموفينج كويل اندكتنس، لكن لما خدنا في اعتبار الموفينج كويل اندكتنس زاد عليها كمان ان موجود ظهرت عندنا البيتا في المعادلات، سواء بالكوزين هنا او سواء بالبيتا اللي ظهرت هنا او سواء بالكوزين كمان هنا. ده بالنسبه للكونكشن الاولاني. يبقى اذا الريدنج دهيت فيها تو ايرور زي ما اتفقنا، ايرور نتيجه الكونكشن الايرور القديم اللي احنا عارفينه من المحاضره اللي فاتت، زاد عليها كمان الايرور نتيجه الموفينج كويل اندكتنس. هو بيقول هنا فور ليدنج باور فاكتور هنشيل الزاويه فاي ناقص بيتا ونحطها فاي زائد بيتا، بس يعني هنوضحها كمان شويه بصوره اوضح من كده. بالنسبه للكونكشن الثاني اهوت، المره دي بقى الفيكسد كويل هو اللي متوصل دايركت على اللود، وادي الفيوز دياجرام بتاعنا دايما بناخد الفي ال ريفرنس، الاي ال لاج بزاويه فاي زي ما متعودين اهوت خلاص. هنا الاي ام اللي هو الكرنت اللي ماشي في البرانش بتاع الموفينج كويل المفروض يكون لاج الفولت اللي عليه بزاويه بيتا، بس الفولت اللي عليه هنا مين؟ فين الفولتج الابلاي على الموفينج كويل برانش؟ الفولتج الابلاي هنا هو الفي اس اللي هو السبلاي فولتج وليس اللود فولتج خلاص. طب السبلاي فولتج نجيبه ازاي؟ السبلاي فولتج هنا بكيرشوف خدنا اللوب الكبيره دي كيرشوف فولتج لو بيقول لي ان السبلاي فولتج ده هيساوي الفي ال زائد الفولتج روب على الفيكسد كويل. يبقى اذا ادي الفي ال اهو والفولتج روب على الفيكسد كويل اللي هو اي ال في ار اف، لان اللي ماشي طبعا في الفيكسد كويل هنا هو اللود كارنت اللي هو الاي ال وفي الريزستنس هنا. خلي بالك ان احنا هنا ما خدناش الاندكتنس بتاعت الفيكسد كويل، يعني الفيكسد كويل ما زال بالنسبه لي عباره عن ريزستنس فقط، وبالتالي الاي ال في الار اف ده هيبقى ان فيز مع الاي ال، يعني دوت هيبقى دوت كده الفيزور ده موازي للاي ال هنا خلاص. اللي يقفل المثلث دوت كده دوت يبقى الفي اس، الاي ام بقى يبقى لاج للفي اس، يبقى الزاويه دي هي البيتا، هي الاي ام بقى يبقى لاج للفي اس بزاويه بيتا، ده الفيزور دياجرام. نبص عندنا بقى كده اول حاجه المعادلات بقى الاي اف هو الاي ال خلاص، دي حاجه كويسه جدا ان الاي اف هو الاي ال لانه متوصل دايركت على اللود زي ما اتفقنا. الاي ام بقى بيساوي الفي اس على الزد ام، والفي اس زي ما اتفقنا هو في ال زائد الدروب اللي على الار اف اللي هو اي ال في ار اف خلاص. والفي ال نفسها طبعا هي الريفرنس اللي هو اللود فولتج، والاي ال لك بزاويه فاي زي ما واضح من المعادله دهية. هنعوض بقى نجيب الاي ام لوحده اهوت، هنجيب الاي ام والاي اف زي ما اتفقنا هو الاي ال، هنسيبه زي ما هو طبعا، يعني احنا عايزين الاي ال في المعادله مفيش مشكله فيه خلاص. تطلع لي المعادله برضه اللي هي الانستنتينيوس تورك اللي هو التي دي اي اللي هو الانستنتينيوس تورك، اللي منه بعد ما اعمل انتجريشن هجيب على طول بقى الديفليكتنج تورك اللي هو بالشكل ده اهو. تعال نشوف الشكل بتاعنا ده عامل ازاي كده اهو، هنلاقيه الكونستنت خلاص هنا ظبط بقى الكونستنت على طول، واحد على ار ام بره اهو ودي ام باي دي سيتا. هنلاقي هنا برضه مجموع بين التو براكتس اللي هي الريدنج الفعليه بقى عندنا بين التو براكتس برضه مجموع ترمين، الترم الاولاني دوت اللي هو اي ال في ال في كوزين فاي ناقص بيتا في كوزين بيتا هو بتاع الكونكشن اللي فات برضه، لكن اللي اتغير هنا طبعا الترم الثاني ده برضه. هنرجع نقول ثاني ان هنا في تو ايرورز، الايرور اللي هو اي ال سكوير في ار اف دهوت ده نتيجه الباور لوسز في الار اف اهي، اي ال سكوير في ار اف دي الباور لوسز هنا زي ما اتفقنا اللي هي الباور لوسز في الكويل القريب او الوصل دايركت على اللود كويس، لكن زاد كمان عليها الايرور اللي هو البيتا، البيتا عموما بقى سواء بيتا لوحديها او كوزين او الكلام ده كله، بدليل ان احنا لو جينا وحطينا البيتا هنا بزيرو نرجع للمحاضره اللي فاتت اللي هي كاننا بندرس من غير الافكت بتاع الموفينج كويل اندكتنس. حط البيتا بزيرو هيبقى هنا كوزين زيرو ديت بواحد خلاص كانها ملهاش وجود،
ودي هتبقى كوزين فاي لان كوزين فاي ناقص صفر، وهنا كوزين سكوير بيتا دي هتبقى بواحد برضو، هيتبقى هنا الجزء اللي هو ده بس اللي هو الباور لوسز اللي احنا قلنا عليه. وبالتالي بقى احنا نفهم دلوقتي ان دايما الحاجه اللي باكد عليها دايما ان المضروب في الكونستانت في معادله التور اللي مضروب في الكونستانت ده الريدنج، ده هو الريدنج، وبالتالي الريدنج هيبقى هو كل اللي بين التو براكتس اهمت خلاص كده، اللي هو شامل جواه تو ايرورز زي ما اتفقنا. طيب تعال نشوف بقى لو عاوزين ندرس الايرور نتيجه البريشر كويل. البريشر كويل اللي هو الموفين كويل، يعني البريشر كويل اللي هو ممكن نسميه فولتج كويل لانه مسؤول عن قياس الفولت، او بريشر كويل، او هو الموفين كويل طبعا. خلاص طيب عاوزين ندرس بقى الايفكت بتاع ده لوحده. بمعنى ايه؟ احنا قلنا دلوقتي المعادلات اللي فاتت دي كانت فيها تو ايفكتس، او كانت فيها تو ايرورز، ايرور نتيجه الموفينج كويل اندكتنس خلاص، وايرور نتيجه الكونكشن خلاص كده. طب المحاضره اللي فاتت خدنا الايرور نتيجه الكونكشن لوحده، طب يا ترى بقى الايرور نتيجه الموفينج كويل اندكتنس لوحده بقى بيساوي كام؟ ده اللي احنا هنحاول نشوفه دلوقتي. هو انا طبعا بس بيوضح ان هنا ادي الفي ال والاي ال كالمعتاد، والفاي هي الزاويه بين الاي ال اللي هو الاي ال لاج للفي ال بزاويه فاي زي ما اتفقنا، والاي ام لاج للفي ال بزاويه بيتا. وهنا هو الزاويه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه، قلنا هنقول عليها بالتفصيل كمان شويه، الفاي داش اللي هي بين الاي ام والاي ال، هي بين الاي ام والاي اف كمان، لان الاي ال في الحاله دي هو هو الاي اف. طيب تعالوا كده نبص بقى، ادي الفاي داش اللي هي تبقى في الحاله دي فاي ناقص بي. انا عايز بس افكركم بان المعادله الاساسيه بتاعت التورك بتاعتنا كانت الكلام ده اللي هي اي ام في اي اف في كوزين فاي، بس خلي بالك كوزين فاي دي كانت الزاويه بين الاي ام والاي اف، الاي ام والاي اف، وبالتالي في الحاله بتاعتنا ديت الزاويه بين الاي ام والاي اف زي ما احنا قلنا من شويه هي فاي داش وليس فاي. خلاص ليه؟ اهو هرجع لك هنا تاني، اهو اهو الزاويه ديت بين الاي ام والاي ال، طبعا الاي ال هو هو الاي اف، خلاص هي الفاي داش، هي الفاي داش خلاص. وبالتالي لما اجي اعوض في المعادله الاساسيه بتاعتنا هيبقى هنا حط السيتا ما فيش مشكله خالص، كلها هيتغير ان هيبقى في سي اس بس تحت خلاص. وادي التو كرنتس اللي هم اي ال واي اف، اي ام واي اف، اي ام اهو اوكي، واي اف هو هو الاي ال زي ما اتفقنا اللي هو ده. كوزين الزاويه وطبعا دي ام باي سيتا الكونستنت الثاني اهوت، وكوزين الزاويه دي نفس المعادله دي، خلي بالك دي نفس المعادله دي. وطبعا هي لسه الريزيستنس ما ظهرتش، احنا بنتكلم هنا عن تو كرنتس تيارين لسه ما دخلناش الفولت خلاص. المعادله دي زي ما قلت لك من الاول خالص. هنا اهوت الفاي طبعا هتلاقي هنا لازم فاي داش بقى اللي هي فاي ناقص بيتا، فاي ناقص بيتا. لو حبينا بقى هنا اهوت ندخل الفولت هنشيل الاي ال ونحط في ال على زد ام اوكي خلاص. فالفي ال هنا على زد ام، شيل الزد وحط ار على كوزين بيتا زي ما احنا متعودين اهوت، هيبقى في ال في اي ال كوزين بيتا كوزين فاي ناقص بيتا، وادي الكونستنت اللي متعودين عليه ار ام تحت اوكي، ودي ام وباي دي سيتا. طبعا زاد عليهم زي ما اتفقنا السي اس، لان انا بتكلم هنا عن سيتا وليس تورك، هي مفيش مشكله خلاص، بس السي اس بس هو الفرق بينهم. وبالتالي يبقى في الحاله ديت ايه الايفكت هنا بتاعنا صرف النظر عن الكونكشن بقى، هنا ما حطيناش الايفكت بتاع الكونكشن خالص، اهملنا الايفكت بتاع الكونكشن. يبقى هنا هيبقى في ال اي الكوزين بيتا كوزين فاي ناقص بيتا. لو تلاحظ الكلام ده في المعادلات اللي فاتت اللي هو ده الترم الاولاني اللي موجود دايما هنا اهو، اللي هو اهو اللي هو اي ال في ال كوزين فاي ناقص بيتا كوزين بيتا، وكان الترم الثاني ده هو اللي اتشال. طب ما انا اقول لك حاجه ثانيه، ما احنا ممكن نعمل الكلام ده بمنتهى البساطه بطريقه اخرى نوصل نفس المعادله دي برضو، ان احنا لو اهملنا على طول الفيكسد كويل، طبعا هنا هو اللي عامل لي الفيكسد كويل، هنا هو اللي عامل لي مشكله اهو اللي هو الفيكسد كويل دوت، لو اهملنا الدروب اللي فيه وبالتالي اهملنا الباور لوسز اللي فيه، يعني بمعنى اصح اهملنا الريزستنس بتاعته اصلا، يعني اعتبرنا كان ده ايدل، الار بتاعته بزيرو، الار بتاعته بايه؟ بزيرو، يعني الار اف بزيرو. طب ما هي نفس القصه هتوصلنا لنفس النتيجه في الاخر، لو حطينا الار اف بزيرو ايه اللي يحصل؟ الترم ده مش هيبقى موجود خالص خلاص كده. يبقى كاننا لما نهمل الايفكت بتاع الكونكشن، لان اللي عامل لي الايفكت اللي عامل لي المشكله بتاعت الكونكشن هي ان في ار اف ان ليها قيمه، لكن لو ما لهاش قيمه واعتبرناها بزيرو يبقى الترم ده هيروح خالص اللي متعلم عليه ده، وبالتالي هيتبقى فقط الترم اللي هو الثاني اللي هو دوت اللي هو مضروب في الكونستانت، وتبقى الريدنج هي دهيت خلاص كده.
طيب يبقى ننزل اهو، ده وده اللي وصلنا له بالطريقه دي او بالطريقه دي سيان، نقدر نوصل بنفس الايه لنفس الناتج في الاخر. خلاص كده هيبقى اهو ادي في ال اي ال في ال اي ال كوزاين بيتا كوزاين فاي ناقص بيتا. خلاص ديت اللي هي الجزء ده اللي مضروب في الكونستانتين هو الريدنج. الترو بقى لما نتكلم عن سيتا ترو، سيتا ترو دي يعني بتكلم بقى على مش الريدنج بقى، بتكلم عن الاكشوال باور. انا كان نفسي يطلع ايه، هو ده اللي كان نفسي يطلعه بقى، كان نفسي يطلع اللي مضروب في الكونستانت اللي هو دي ام باي دي سيتا والسي اس تحت والار كمان تحت اهي بعد ما نجيبها معانا. خلاص كان نفسي يبقى هو في ال في اي ال كوزين فاي، يعني ده اللي كان نفسي فيه اهو اللي هي المعادله دي، ان يبقى الكونستانت بتاعي بان بتكلم عن سيتا يبقى فيها سي اس تحت وفيها ار ام تحت وفيها دي ام باي دي سيتا، اللي مضروب بقى في الكونستانت ده كله يبقى هو في ال في اي ال في كوزين فاي فاي. صراحه كده لا فاي اللي هي بين الفي ال والاي ال اللي هو اللود فولتج واللود كارنت. خلاص كده. طب انا ليه بعمل كده؟ هو هنا بيعمل عاوز بقى يجيب الترو باور على الريدنج. خلاص الترو باور لما اجي اقسم الترو باور اللي هي ديت كل دي كده اهوت الترو باور على الريدنج، هيقسم هنا الترو باور اللي هي الفي ال في اي ال في كوزين فاي على اللي طبعا دي كده السيتا، دي كلها كده السيتا، شيل بقى الكونستنت اللي هو دي موبايل دي سيتا وسي اس وار ام، خلاص هيبقى في ال في اي ال في كوزين فاي. يبقى لو حطيت هنا في ال في اي ال كوزين فاي اللي هو الترو باور، وتحت الريدنج، الريدنج اللي هي فين؟ اللي هي من المعادله اللي فوق بقى ديت اللي هي تبقى عباره عن في ال في اي ال بس مضروب في ايه بقى؟ كوزين بيتا كوزين فاي ناقص بيتا اهو. يبقى هيطير طبعا الفي ال والاي ال هيطيروا مع بعض، هيبقى فوق كوزين فاي خلاص اللي هي ظاهره جايه من هنا اهي اهي، وهيبقى تحت كوزين بيتا كوزين فاي ناقص بيتا اهو اللي هي جايه من هنا اللي هي الحته دي. خلاص كده. يبقى هنا كأنه بيجيب لي بقى الترو باور على الاكشوال وات ميتر ريدنج، يعني عشان ما نتلخبطش في كلمه ترو اكشوال خلي لي دي قول عليها ريدنج على طول، يبقى الترو باور على الريدنج باور هتطلع كوزين فاي على كوزين بيتا في كوزين فاي ناقص بيتا. او ممكن نجيبها بطريقه ثانيه ان الترو باور بيساوي الفاكتور دوت خلاص كده مضروب في الوات ميتر ريدنج زي ما اتفقنا. خلاص كده. ده اللي هو بيسميه كوركشن فاكتور، بيسميه كوركشن فاكتور. الكوركشن فاكتور بتاعنا هيساوي ايه بقى؟ يعني ايه كوركشن فاكتور؟ يعني اجيب الريدنج اهو الوات ميتر ريدنج اللي هو قرايه الوات ميتر اضربها في الكوركشن فاكتور ده يديني الباور الحقيقيه، عشان كده سموه كوركشن فاكتور. يبقى الكوركشن فاكتور بتاعنا كوزين فاي على كوزين بيتا في كوزين فاي ناقص بيتا. طيب الكوركشن فاكتور دوت يا ترى هيبقى شكله ايه في حاله الليدنج باور فاكتور اهو. الليدنج باور فاكتور ادي فيزو دايجرام بسيط بيوضح لو الليدنج باور فاكتور ادي الفي ال ريفرنس الاي ال المره دي بيسبق بقى بيليد الفي ال بزاويه فاي ادي الفاي فوق اهي خلاص كده. والاي ام الاي ام دي بتاعت ايه؟ بتاعت البرانش بتاع الموفينج كوين هتبقى لاج للفولت اللي هو في ال بزاويه بيتا خلاص كده. لاحظ ان المعادله ان الفاي الاساسيه اللي موجود اللي هي بين الاي ام والاي اف اللي هو الاي ال خلاص كده، يبقى الزاويه بتاعتنا هي فاي داش وفاي داش المره دي هتساوي فاي زائد بيتا فاي زائد بيتا. يبقى كل اللي هيتغير هنا ان فاي داش اللي مذكوره عندي اللي هي هنا اللي هي فاي ناقص بيتا في حاله اللاج، في حاله الليد بقى هتبقى فاي زائد بيتا اهي. يبقى اذا الكوركشن فاكتور اهو نفس الشكل باختلاف اشاره واحده بس اللي هو في حاله الليد هنا قدامي المعادله اللي قدامي دي هتبقى كوزين فاي زائد بيتا، لكن في حاله اللاج اللي هي المعادله الاساسيه اللي جبناها من الاول كانت كوزين فاي ناقص بيتا اهي. ده الكوركشن فاكتور. طيب لو حبيت بقى اجيب الايرور هنا بيطرح بقى اللي هو الريدنج ناقص الترو خلاص، يبقى واحد ناقص الكوركشن فاكتور الترو ده اللي هي ايه بقى الترو اللي هو بيساوي كوركشن فاكتور. هو طبعا خد هنا الريدنج بره، الريدنج بره هيبقى من الترم الاولاني ده هيبقى واحد خلاص كده، ومن الترم الثاني ده اللي هو الترو باور، الترو باور اصلا بيساوي ايه الريدنج في الكوركشن فاكتور، فخد الريدنج بره كله اهو يبقى هيبقى هنا الكوركشن فاكتور. طيب بقى حته بسيطه خالص ازاي نعمل كومبنسيشن للموفينج كويل اندكتنس، دي في الحقيقه مشابهه جدا للجزئيه خدتوها في الموفينج ايرون. احنا هنا بمنتهى البساطه عاوزين نكومبنسيت الافكت بتاع ال ال ام اللي موجوده في البرانش، فهنيجي هنا اهوت بما ان هنا ار ال فهنيجي نوصل كاباستور
بارل مع الار اس اللي هي موجوده في البرانش عندي اللي هنعمل بيها الاكستنشن خلاص. وبعدين ناخد بقى الزد دي كلها مش هكررها بقى تاني هنا موجوده في الموفينج اير ممكن ترجعوا لها. بناخد البرانش ده كله بنساوي الجزء اللي هو الاماجري بي الزيرو بيطلع لي المعادله بتاعه السي اقدر اجيب ساعتها السي اللي حطها هنا اهوت. يبقى لو حطيت ان هو وصلت سيلز كاباستور اسف بارل كاباستور مع الار اس هنوصل كاباستور اللي هو سي هنوصله بارل مع الار اس اللي هو الجزئيه دهيت اهي بالقيمه دهيت اللي هو اللي هيساوي ال ام مع الار اس سكوير. ساعتها هنعمل كومبنسيشن للافكت بتاع الاندكتنس وكان البرانش كله في الاخر رجع بيور ريزيستنس. نفس الكونكشن ده موجود بقول لك ارجع له تاني في الموفينج اير خلاص هو هو بالظبط ونفس الاثبات بالظبط بيطلع نفس النتيجه نفس الشكل بتاع الناتج بتاع السي. يبقى بنحط هنا بارل الكباسور مع الار اس هنقول لي بنحطه ازاي مع الار اس اللي خلي بالك اللي انت بتوصلها سيريس من عندك اللي هي بتاعه الاكستنشن. وبكده بقينا نعمل كومبنسيشن للايفكت بتاع الموفينج كويل اندكتنس. عرفنا يعني طبعا يعني ايه ايفكت بتاع الموفينج كويل اندكتنس وعملنا له كومبنسيشن وعرفنا كمان الحته الثانيه اللي هي بتاعه لو اللود بتاعنا بقى ليد بدل ما هو لاك هو كل يفرق في الكونكشن فاكتور هنا في فاي زائد بيتا بدل فاي ناقص اللي هي موجوده في حاله الا. وبكده يبقى خلصنا محاضره النهارده وخلصنا الدينامومتر كله ونشوفكم على خير في محاضره قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.